والله يا بيبو الأغنية دي مناسبة جدا جدا للفقرة اللي احنا هنبتديها مع حضراتكم دلوقتي. تعالى نكسب أفريقيا إن شاء الله. الأهلي يكون موفق في إنه يفوز باللقب العاشر في تاريخه، بداية طبعا من دور ربع النهائي. هنقابل صن داونز، مباراتين هيكونوا صعبين جدا مع فريق محترم وفريق كبير زي فريق صن داونز، فكلنا مترقبين المباراتين دول. لكن قبل المباراتين دول عندنا طبعا مباراة الزمالك إن شاء الله ننتهي منها على خير. علشان كده احنا معانا فقرة حوارية غاية في الأهمية مع وفد صن داونز. معانا الأستاذ خالد عليا المنسق العام لفريق صن داونز، وكمان معانا غلام فالوديا محلل الأداء لصن داونز. برحب بيكم، برحب بيك يا خالد وبرحب بغلام، أهلا بيكم منورنا. Thank you very much. أشكركم شكرا جزيلا. Pleasure to be here. هو من دواعي سروري أن أكون هنا معكم. نورنا خالد. بوجودكم ودايما مشرفين قناة النادي الأهلي، وجمهور النادي الأهلي دايما وراكم في ظهركم. إن شاء الله بالتوفيق. بالتوفيق فين؟ أنا عايز أقول لك أمير، بس ابتسامة خالد يعني مش غريبة عليا. متكررة. متكررة. شفتها قبل كده. خالد الابتسامة دي كانت موجودة يوم قرعة البطولة العام الماضي، وبتتكرر المره دي. طبعا القرعه كانت اونلاين، كانت افتراضيه، لكن المره دي احنا شفناها بقى في قناه الاهلي الابتسامه. عايز اعرف ردود الافعال للعام الثالث على التوالي في جنوب افريقيا، اول ما الناس لقت بعد القرعه مواجهه متكرره الاهلي وصن داونز، خاصه ان هي مواجهه ليها خصوصيه المره دي في ظل طبعا قياده الكوتش بيتسو وبيتسو موسيماني للنادي الاهلي. اولا احنا بالنسبه لفرقه صن داونز احنا عشريين قوي، بنحب العشره في الفرق. احنا كنا بنلعب الوداد كل سنه، كنا الوداد، فدلوقتي النادي الاهلي كل سنه، فاضل لكم سنه، السنه الجايه كمان احنا هنكون مع النادي الاهلي، وبعد كده هنغير على فرقه ثانيه. ده التارجت. لا هم اربع سنين. بالنسبه للمواجهه طبعا كانت المفروض تبقى مواجهه في الادوار التاليه مش دلوقتي، بس حظ البطل النادي الاهلي طبعا ان احنا وقعنا في طريقه، وحظنا ان احنا وقعنا في طريق البطل. فالكرة زي ما انت عارف يا كابتن محمد، في النهاية انت ما بتبقاش بتختار، هو حاجة من اللي بتحصل. المفروض دلوقتي بقى ديربي دلوقتي النادي الاهلي ونادي مملودي صن داونز، ديربي بين الجنوب وبين الشمال. برضه عشان نقفل موضوع الضحكة دي، فسر لنا الضحكه دي ساعتها كانت ايه. انا عارف ان انت طلعت علقت عليها كتير، بس برضه زياده في التوضيح يعني. الضحكه دي كانت ايه؟ الضحكه دي كانت، لا مش قصدي، انا ما كنتش عايز مواجهه النادي الاهلي. ما كنتش عايز. واتكلمت فيها قبل كده. انا كنت في القرعه، وكان محمد معايا قبل القرعه. فكنا بنتكلم على ان النادي الاهلي، محمد قال هيبقى انا ان هو في اعتقاده ان احنا هنقع مع النادي الاهلي. فطبعا قلت له لا، يعني النادي الاهلي 30%. فلما دخلنا جوه زكوره كان ورايا، فكنت بتكلم معاه يعني، قلت له لو لقيت يعني النادي الاهلي الناحيه الثانيه، انت بتاخد الاول السكن، بتاخد الفرقه الثانيه الاول، وبعدين بتروح على البوت بتاع الفرقه الاولى. فقلت له لو لقيت النادي الاهلي وفتحت الناحيه الثانيه لقيت صن داونز، حاول تعديها وتشوف فرقه ثانيه عشان ما لعبش النادي الاهلي. فهو طلع لما كان على الستيج، انا مركز معاه، طلع النادي الاهلي، فانا مركز، انا عينيا معاه هو وانا قاعد قدامه. فتح البوت بتاع صن داونز، قعد 3 ثواني أو 4 ثواني، انا قلت بس هو صن داونز. فلما قال القاعه كلها كانت سمعانه وانا بنقول له ما تجيبش صن داونز. فلما طلعت صن داونز فضحكت غصب عني، يا عم انا مش عايز، انت جايب لي صن داونز مع النادي الاهلي ودلوقتي جاي تجيبه لي، فخلاص هي طلعت عفويه يعني. تمام، كمل بقى كلامك عن المباراه واهميتها. طبعا المباراه طبعا زي ما قلنا هو ديربي بين الشمال وبين الجنوب. لو انت بتتكلم على مدرسه الجنوب اللي هي متمثله في نادي ماميلودي صن داونز، الشمال انت بتتكلم على النادي الاهلي، النادي الاهلي البطل بتاع العام الماضي، النادي الاهلي التشامبيونز لمده 9 سنين. حقائق طبعا الجمهور هيطلع ويقول انتوا جايين تتكلموا قبل المباراه، احنا بنقول حقائق على فكره، دي حقيقه موجوده. النادي الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا 9 سنين، النادي الاهلي حامل اللقب بتاع السنه اللي فاتت. المواجهه مش سهله، المواجهه صعبه، وصعبه جدا على الفرقتين، مش بس على نادي صن داونز، كمان على النادي الاهلي. احنا جايين وعندنا طموح، طموحنا ان احنا كمان ناخد بطوله دوري الابطال، طموح حق مشروع لكل فرقه. النادي الاهلي اكيد بيدافع عن اللقب بتاعه اللي هو واخده من السنه اللي فاتت، عايز يثبت للناس ان انا اخدت اللقب، ان انا موجود، ان انا لسه اسد افريقيا موجود زي ما بنقول. واحنا لينا المحاوله، وان شاء الله ان شاء الله يعني جايين وكلنا
زي ما قلت لك ان احنا نعدي النادي الاهلي، او عدينا النادي الاهلي الطريق بالنسبه لنا مفتوح للنهائي. اللي هيعدي من الفرقتين اعتقد الطريق أكيد. ان شاء الله هيكون قدامه للمباراه النهائيه ان شاء الله. طيب. باذن الله. انا طبعا عايز اشكركم بامانه، لان انتم يعني لما وجهنا لكم الدعوه تكونوا موجودين النهارده ضيوفنا في قناه النادي الاهلي، كنت سعداء ووافقتوا على طول. عارف ان انتوا عندكم ملفات كتير وجايين قبل المباراه باسبوع وعندكم تحضيرات لحاجات كتير جدا، لكن بجد بشكركم على ان انتوا النهارده نورتونا. وده الاطار العمل الجيد ما بين النادي الاهلي ونادي صن داونز، وفي علاقات متبادله ما بين الناديين. لكن انا عايز اسال جولام، انا حسب قراءتي ومتابعتي لفريق صن داونز يمكن انت من اهم وافضل محللي الاداء اللي موجودين في قاره افريقيا، ومع نادي صن داونز ليك دور مهم جدا سواء مع الجهاز الفني او حتى في فكره السكاوتنج واللعيبه اللي بتيجي من بره. عايز اعرف الدور ده بتقوم فيه في نادي صن داونز باي شكل، وايه الامور اللي انتم بتنظموها مع نادي صن داونز سواء في المباريات او حتى في اطار السكاوتنج والصفقات والتعاقدات اللي بتعملوها. مبدئيا اود ان اشكركم، وخاصه بالاعتراف بدورنا في تحليل الاداء فهو شيء جيد. الاداره الجيده تعطينا أهمية وتعطينا كافة الإمكانيات، ونقضي أوقات كثيرة نتابع المباريات والفرق المختلفة، وكل محلل أداء له مهام معينة، ونتابع الفرق المنافسة وتحليل أداء هذه الفرق لتقييمها، ونعطي تقييم بشكل عام لأداء الفرق المنافسة، ونضع بعض المعلومات ونضع الأهداف التي نود أن نصل إليها من خلال المباريات، ويمكن أن نحسن أداء الفرق وتصحيح الأخطاء. فيما يتعلق باللاعبين الجدد، كيف يمكن أن أقول، هناك الكثير من التفاصيل التي ننظر إليها، وهناك الكثير من اللاعبين الدوليين الذين ننظر إليهم لجلبهم ولانضمامهم إلى الفريق حتى نصل إلى ما نربو إليه من حيث مستوى الفريق، لنصل إلى أن يكون على المستوى المنوط به والمطلوب منهم. تمام. طيب دي جزئية مهمة جدا. بس أنا برضه عايز أسألك يا جولان بخصوص أنتم المرة دي هتقابلوا موسيماني المدير الفني السابق لصن داونز، هو المدير الفني الحالي للنادي الاهلي، هل ده بيصعب من المهمه بالنسبه لك بما انك محلل الاداء، ولا بالنسبه لك بيكون اسهل بما انك عارف افكار موسيماني وطريقه تفكيره وطريقه خوضه للمباريات تحديدا؟ لا أعتقد الأمر سهل أو صعب، أعتقد الأمر سيكون أكثر إثارة للانتباه لأنه نعرفه من قبل، لكن أعتقد أن الأمر سيكون مثير للانتباه، فهي معركة مثيرة لأن نرى كيف تقدم وكيف تطورت طريقة اللعب وكيف تم تحسينها لنصل إلى الهدف، وأن نلعب بالمستوى المطلوب، وأن نضع كافة مجهودنا في هذا الإطار. نحن عملنا بشكل جيد، ونود أن نؤكد أننا على استعداد لأن نقدم أفضل ما لدينا. تمام. خالد، فكرة التنسيق والأمور اللوجستية كمنسق عام لنادي صن داونز، البطولة السنة دي دوري أبطال إفريقيا كانت فيها ظروف مختلفة عن أي بطولة قبل كده، يعني كنت هتلعبوا الفريق الجزائري شباب بولوزداد في الجزائر، حصلت ظروف الكورونا، رحت لعبته في تنزانيا في اليوم التالي لمباراة سيمبا، رحت تنزانيا ورحت الجزائر عشان تحضر، وكان معاك غلام أعتقد في هذا التوقيت، برضو في عدد من المباريات تنقلتوا في أمور كثيرة، هل مباراة الأهلي بالنسبة لكم المرة دي في الأمور التنسيقية أسهل؟ ولا بنفس التفاصيل اللي بتشتغلوا عليها في الفترات السابقه؟ وعايز اعرف برضو رحلتك للجزائر وتنزانيا، ايه الامور اللي ممكن واجهت صن داونز في هذه المرحله بسبب الكورونا؟ بدايه في دور الابطال السنه دي مختلف علشان اضاف ليها الكوفيد تيست. بدايتنا لما كنا هنلعب مع شباب بولوزداد، احنا سافرنا انا وغلام طرنا قبل الفرقه، دايما احنا بنسافر قبل الفريق علشان نعمل التحضيرات للفرقه قبل ما توصل. اتضاف عليها زي ما قلنا من ملاعب تدريب للفنادق للتنقلات بتاعه الفرقه، اتضاف دلوقتي السنه دي الكوفيد تيست، ودوت في تريكايه بتبقى موجوده فيها، لان في ناس بتقول لك
ممكن الفرقه اللي انت هتلعبها تعمل حاجه للفرقه، لعيب يبقى عندك يعني. الكي بلاي اللعيب المهم اللي عندك لا والنبي اللعيب ده بوزيتيف او اي حاجه. فاحنا علشان بنبقى عاملين كفر للحاجات دي كلها، لازم لعيبتك تبقى انت عارف اللاب اللي انت هتعمل فيه التحليل، لازم تبقى شايفه، لازم تبقى قاعد مع الدكتور، لازم الحاجات دي كلها علشان ما تضيعش مجهود الفرقه من تنقلات، وممكن يكون لعيب مهم عند المدرب يقعد علشان اي حاجه انت يعني موجود في افريقيا. فطبعا كانت رحلتنا هناك، احنا جينا في اللاست مينت ان هم قالوا ان ممنوع الجنوب افريقيين يروحوا، ده الرولز بتاع الدوله. تقبلنا دوت، احنا كنا موجودين هناك قبل الفريق باربع ايام قبل الفريق ما يطلع. فالمباراه اتغيرت من الجزائر لتنزانيا. طبعا سافرنا من الجزائر انا وغلام، رحنا على تنزانيا، احنا قعدنا 21 يوم ما نرجعش البيت من مباراه لحد المباراه الثانيه، لان طلعنا على الدي ار سي الكونغو بعد مباراه شباب بولزداد. فكل الامور دي لازم تعملها في الحسبان. الفرقه الناجحه مش بس في الملعب يا كابتن محمد يا امير، ال 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 الكوره دلوقتي بقت بره اكتر من الملعب. يعني انت لو هتقول 60% في الملعب، في 40% خارج الخطوط، من تنظيمات، من لوائح، من ايميلات، التواصل مع كاف، التواصل انت مين هتلاعب مين هتيجي، الملاعب مثلا، ملاعب التدريب انت جاي لازم تنظم. بالنسبه للجزئيه الثانيه، يعني انا في افريقيا كلها، مصر دي بلدي اكيد، يعني انا بالنسبه لي الامور هنا سهله جدا. كمان للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي بصراحه فرقه محترفه. ده الموجود زي ما قلنا قبل كده وبنقوله دلوقتي، العلاقات اللي بتبقى دايما بين الانديه هي اللي بتبقى باقيه وهي اللي بتفضل. احنا في تنافس شريف بينا في ارض الملعب، بره الملعب الحاجات دي انت بتساعدني انا بنساعدك، بتسهل مهمتي انا بنسهل مهمتك. فالامور دي متفق عليها دايما، النادي الاهلي كان بيساعدنا قبل كده، حتى كنا بنلعب اعتقد فريق اهلي طرابلس لو نتذكر 2017، كنا بنلعب اهلي طرابلس ما كانش عندنا ملعب تدريب. كلمت كابتن سيد قلت له احنا عايزين نتمرن، فقال لي يعني يا مرحب تعالى اتفضل بالفرقه. وكنا رحنا اهلي مدينه نصر، بس طبعا خدنا الموافقات وفي النهايه ما رحناش، بس هو ادانا الموافقه وقال لنا روحوا اتمرنوا. فدي العلاقات الاخويه اللي بتبقى دايما موجوده، حتى لو النادي الاهلي موجود هناك، لو بيلعب اي فرقه ثانيه واحتاج اي حاجه احنا معاه وبنقدم الدعم ليه، ولاي فرقه افريقيه تيجي، لان هو ده المتعارف عليه يا كابتن محمد، الرياضه دايما فوق كل حاجه، الاخلاق فوق كل حاجه. نتنافس انا وانت في الملعب، بس بره الملعب طبعا لازم يكون في تعاون بين الانديه. انت النهارده عندك لعيب، انا بكره عندي لعيب، انت عندك جهاز فني، انا عندي جهاز فني، طبعا انت فاهم بنتكلم في ايه. فدوت هو اللي دايما بتبقى اللي بنتكلم فيها، حاجه دايما موجوده الانديه بتشتغل عليها. الانديه بتصرف ملايين ومليارات علشان توصل للتواصل اللي هو بين الانديه وبينها وبين بعض. التنافس الشريف زي ما قلنا، بكره ممكن يكون في معسكرات، ممكن يكون في معسكر عندك، معسكر عندي، ممكن تيجي لاي سبب من الاسباب تيجي عندي جنوب افريقيا، ما يكونش في حاجه، انا نستضيفك، انا نيجي مصر انا وفرقتي، انت تستضيفني. هي دي العلاقات الدايمه بين الاخوه الافارقه. دي في الحقيقه جزئيه مهمه جدا يا محمد، لان في بعض الفترات ممكن مثلا الاهلي كان بيرغب في التعاقد مع لاعب من فريق سان داونز طلبوا مثلا مبلغ مبالغ فيه، فالبعض يعني استغل الموضوع ده وقال لك العلاقه ما بين الاهلي وسان داونز مش على ما يرام، العلاقه مش جيده. لكن انت بتاكد العكس، ان العلاقات دايما ما بين ادارتي الناديين ممتازه. هي دي دايما، هي دي دايما اللي موجوده، ودايما هي اللي فوق. انت عايز مني لعيب، انا مش عايز نبيعه لك بمبلغ ما او كده، زي ما مثلا بنيجي عندك لعيب عايز منك لعيب، ده مش معناه ان في العلاقه فيها توتر. انت ده مبلغ عرض وطلب. انت طلبت مني لعيب، انا قلت لك خمس قروش مثلا، انت مش عايز اللعيب خلاص. انا نفس الحكايه، لما نيجي نقول لك انا عايز لعيب، ده ملوش دعوه، دي حاجات اداريه ملهاش دعوه بعلاقات على المستوى العالي في الانديه. بتكلم طبعا في رئيس النادي ورئيس النادي هنا، العلاقات دي دايما موجوده. انت تنافس، انت بتتنافس تحت اللي هو على مستوى الرياضي، على مستوى اللي في الملعب. بس الحته الثانيه دي اكيد انت بتدور على اللي يفيد فرقتك، وانا بندور على اللي يفيد فرقتي، فاعتقد ما فيهاش اي مشكله. اكيد طبعا. طيب غلام، انا عندي سؤال واستفسار، لان هي تجربه جديده على كل الناس في القاره الافريقيه. خلال الفترة الأخيرة الكوتش من جوبا والكوتش رولاني مكويني والكوتش ستيفن، التلاتة كأجهزة فنية أو كمديرين فنيين لفريق سان داونز، هي تجربة جديدة، وكان دكتور باتريس موتسيبي كان اتخذ هذا القرار
قبل ما ينتقل طبعا لرئاسة الاتحاد الإفريقي، وبنبارك له طبعا من هنا برئاسة الاتحاد الإفريقي. هذه التجربة عايز أعرف اشتغلت عليها إزاي، أو نجاحها مدى نجاحها إزاي، لأن أنا شايف نتائج سان داونز من خلال ثلاث مديرين فنيين بيقود الفريق شيء ما حصلش قبل كده، وتجربة ممكن تتكرر في قارة إفريقيا. اللي اختصصت ازاي؟ بيشتغلوا مع بعض ازاي؟ التجربه دي مدى نجاحها سواء في دوري ابطال افريقيا او في الدوري دوري جنوب افريقيا؟ اعتقد في البدايه سان داونز فيما يتعلق بالمدرب والجهاز الفني والمساعدين فهم يقودون الفريق، وأيضا يقومون بتنسيق الأمور فيما بينهم. فيما يتعلق بالفريق المثير للانتباه فهم شخصيات مختلفة ولهم وجهات نظر مختلفة، ولكن هذا يتيح لنا أن يكون هناك مناقشات عديدة في لصالح الفريق لتحسين الأداء. ففي بعض الأمور لدينا شخص مسؤول، ولكن الأمور ليست بنعم طوال الوقت، هناك جدل، هناك تجاذب لوجهات النظر، وهناك آراء مختلفة لأن كل واحد لديه شخصيته المختلفة، ولكن عندما يتم دمج هذه الآراء فتكون النتيجة فريدة من نوعها. فهم يأخذون الفريق الفني وأيضا اللعيبة يستفيدون من الأفكار التي يطرحونها لأنهم لديهم شخصيات مختلفة كما قلت. والأمر في النهاية هو عمل جماعي، لكن الفكرة بتأكد أن نتائج ناجحة. نعم أعتقد، ولكن لأننا إن لم نستطع أن نحرز نتائج جيدة ستكون التجربة غير مجدية، ولكن استطعنا أن نخلق أجواء صالحة للعب وأجواء للتفاهم فيما بينهم حتى يعود بالنفع على الفريق. ونجحنا في ذلك. عندي تعليق بس بسيط على حتة الجهاز الفني. احنا ليه دايما في افريقيا بناخد الليدر من اوروبا؟ ليه دايما بناخد الحاجة من اوروبا؟ سان داونز بدأ، ماميلودي سان داونز بدأ بالاتنين كوتشز، انا شايف ان هي تجربة ناجحة. ما ينفعش يبقى في الجهاز الفني المدرب الواحد ده، اعتقد هي سلاح ذو حدين. احنا بنرمي مسؤوليه على جهاز فني علشان يبقى للمساءله لو غلط او اي حاجه، احنا نقدر نحاسب الجهاز الفني، بس انت في النهايه الجهاز الفني انت عندك هنا في مصر او في افريقيا كلها هو مدير فني واحد، انت بتحاسب مدير الفني الواحد. اوكي، مع ان هو عنده جهاز كامل موجود معاه، اذا كان مدرب مساعد ولا مدرب حراس مرمى ولا مدرب احمال ولا محلل اداء ولا 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 ولا. الفرق هنا لو هنيجي ناخدها لقصه يا محمد، قصه لعيب كوره مثلا، لو عندك لعيب فز عايز تجيبه، اوكي، فانت عندك هنا استغفر الله العظيم الحد الموجود ده هو قرار واحد بس. طب افرض انا عندي حد مهم فيدني، انا كحد شايف نظره بتاعتي ان اللعيب ده هيفيد النادي بتاعي. اوكي، لو جه المدير الفني لاي سبب من الاسباب هو مش عايز اللعيب ده، هو ضيع على النادي فرصه للعيب كويس كان المفروض هيجي. بس انت هنا الفرق لو عندك جهاز فني متكون من اتنين مديرين فنيين بيبقى طبعا القرار الاخير لواحد من الجهاز ده، بس انا قصدي التشاور بينهم بيفيد. لازم يكون في تفاهم بين الجهاز الفني كامل. اذا كان في اتنين مدربين لازم يكون في تفاهم. الحته دي بس علشان خاطر اللاعبين، لان احنا عندنا هنا لو بنتكلم في مصر عامه في سوء اداره في سوء اللاعبين واستجلاب اللاعبين، مبالغ 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 فيها للاعبين، الكواليتي مش على اعلى مستوى. طب مين يتحمل ده في كل الانديه؟ مين يتحمل ده؟ لازم انت يبقى عندك حد بجد العين الخبيره اللي هي تختار اللعيب، وما يبقاش حد بس هو صاحب قرار. مش صاحب قرار لان المدير الفني كده كده هيمشي، طول او اخر او قعد او هيمشي المدير الفني. انا بنتكلم على الحته لو الجهاز الفني ده في لعيب عندي فاز يا امير وما جاش، مين يتسال عليه؟ هي برضو بتطرح سؤال حتى عندنا بالزبط. حتى عندنا لو جهاز فني في لعيب كويس جاله وما اخدهوش بيجي، لا في مساءله، طب اللعيب ده جالك انت ما خدتوش ليه؟ لازم تنزل بالحته دي كمان ماديا. انت ماديا
النادي الاهلي مثلا، هناخد النادي الاهلي مثال، النادي الاهلي في افريقيا، النادي الاهلي الاول في افريقيا، خلينا نتكلم بالورق وبكل حاجه، اوكي نادي القرن في افريقيا، اوكي لازم يبقى عندك سياسه، السياسه بتاعتك ان انت مش بس انت نادي جماهيري، كمان انت نادي استثماري. نادي استثماري بمعنى ان انا عندي القاعده، النادي الاهلي ماشي عليها، بس كان في مدربين قبل كده بيجي لهم لاعبين ما كانتش بتوافق على اللاعبين، سواء كانت لعيبه مصريه او كانت لعيبه بره، اوكي على الانديه الثانيه كمان كانت موجوده الحاجه دي. السماسره اللي بتخش اللي هو فيه سمسار صاحب المدرب الفلاني جايب لعيب، الموضوع متشعب جدا، تمام جدا جدا. فهو تمام. هو هنا ال 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 اللي اخذها الدكتور باتريس موتسيبي، طبعا كان قبل ما يروح الاتحاد الافريقي، القرار اللي اخذه الاثنين مديرين فنيين اذا كان كوتش مانجوبا ولا كوتش رلاني وضم عليهم كوتش ستيف كجهاز فني بيتشاوروا مع بعض، ودي مفيده جدا للفرقه. البوينت اللي انا عايز نقوله ان جهاز كامل لازم يبقى فيه توافق بينه علشان يفيد فرقه الكوره. تمام، كلام مهم جدا قلته يا خالد وقاله كمان جولام، لكن لسه عندنا تفاصيل ولسه الحوار شيق وفي معلومات مهمه جدا الناس هتسمعها لاول مره عن تجربه سان داونز ومباراتهم مع الاهلي يوم السبت القادم. نخرج الى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الاهلي في رمضان والفقره الحواريه مع خالد علي وغلام فالجي. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مكملين معاكم في الفقره الحواريه المهمه والمميزه، معانا خالد علي ومعانا جولام طبعا وفد فريق سان داونز واللي بيحضر بصوره جيده جدا لمباراه الاهلي ان شاء الله يوم السبت المقبل. ان شاء الله التوفيق يكون حليف النادي الاهلي وده اللي اهم. لكن قبل ما ارجع لهم واسالهم بعض الاسئله، خلينا نرحب بالشيف معانا النهارده محمد عبد الباقي خطاب. شيف نورنا. ربنا يخليك، كل سنه وانت طيبين وانت طيب وضيوفك طيبين. اهلا بيك. اهلا بيك. هنجي لك كمان شويه نعرف من خلالك الاصناف ايه وكده، عشان كمان معانا ضيوف عايزين نسحرهم سحور تقيل، خد بالك المهم يكون تقيل. طيب خالد، عايز اسالك بخصوص انتوا اكيد بتتابعوا النادي الاهلي الفتره اللي فاتت كلها لحد المباراتين كمان ما يخلصوا تحديدا، ضغط المباريات على النادي الاهلي، هل ده بالنسبه لكم عامل ايجابي بما انكم هتقابلوا فريق بيلعب مباراه كل 72 ساعه، ولا شايف ان هو عامل سلبي بما انه ممكن على الصعيد الاخر يكون ده معناه ان الاهلي عنده جاهزيه فنيه وبدنيه جيده؟ انتوا بتشوفوا الوضع ده ازاي؟ بالنسبه للمباريات اللي كل 72 ساعه، احنا عندنا نفس السيتويشن بالظبط بتاع النادي الاهلي. احنا عندنا برضو بنلعب مباراه كل 72 ساعه، عندنا مباراه بكره. هو زي انت ما قلت يا كابتن امير، هو ممكن يكون انت بتواجه فرقه واقفه على رجليها، وممكن يرجع بالسلب من اصابات، عندنا برضو اصابات في الفرقه من توالي المباريات. اعتقد لما اللعيبه بتكون مريحه اللي هي بتاخد ايام سلبيه بتفرق مع لعيب الكوره، حتى بدنيا بالنسبه لنا احنا كمان، احنا ما اتمرناش، لعبنا مباراه يوم الاربع لعبنا مباراه، ريحنا خميس، ريحنا جمعه، النهارده اتمرننا وعندنا مباراه بكره. فهو اضطر ان هو يدي الراحه السلبيه، لان احنا عندنا الاصابات العضليه بدات من ماراثون طويل لبطوله الدوري في جنوب افريقيا وبطوله الكاس اللي خرجنا منها من الدور قبل النهائي، وطبعا دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي عنده بالنسبه لنا في وجهه نظري ان هي مشكله للنادي الاهلي، توالي المباريات اللي كل 72 ساعه مباراه. انا كنت شفتكم محمد بتكلموا على تاجيل المباريات، ان هو ما فيش الاعطاء الفرصه للنادي الاهلي اللي هو يلم انفاسه زي ما بيقولوا. النادي الاهلي عنده اصابات، اكيد متابعين النادي الاهلي، اكيد متابعين الفرقه، اكيد انا من وجهه نظري بالسلب، بس ما اعتقدش الجهاز الفني هو شايفها ازاي. زي ما قلت لك انا وجهه نظري انا، لا هي بالسلب على النادي الاهلي، توالي المباريات على النادي الاهلي اكيد بتضعف من حظوظ اللعيبه. لازم اللعيب في دوري ابطال افريقيا بالذات، انت هتلاعب فرقه بتلعب كره، لازم تكون واقف على رجليك كويس. بالنسبه لينا احنا كمان لازم نكون واقفين على رجلينا كويس، لان احنا هنلاعب النادي الاهلي. مواجهه خارج ما ينفعش توقع، ما ينفعش توقع الفرقتين. زي ما قلنا الاهلي
بفرقته بالاكسبيرينس اللي عنده الخبرات اللي موجوده في فرقه النادي الاهلي، فريق سان داونز، الفرقه الثقيله اللي بتلعب كوره، الفرقه اللي جددت جابت لعيبه، الفرقه اللي عندها طموح السنه دي ان هي تعمل حاجه في دوري الابطال. فالمنافسه زي ما قلت لك شديده، واعتقد من وجهه نظر النادي الاهلي محتاج يرتاح بدنيا عشان اللعيبه بتاعته تقدر تكمل في مشوار طيب. الدوري العام ومشوار دوري ابطال افريقيا. بمناسبه الراحه، انتوا كان عندكم مباراه يوم الثلاث او الاربع قبل السفر، طلبتوا تاجيلها او تقديمها، اتحاد الكره اتعامل معاكم ازاي في الموقف ده؟ قصدك الاربع اللي فات ده؟ لا كان عندكم مباراه الاربع الجاي قبل السفر ومواجهه الاهلي. هي دي اللي احنا قدمناها لبكره. قدمتوها يعني هتلعبوها لحد بدل الاربع؟ احنا كنا المفروض نلعب النهارده، بس النهارده كان في نهائي النت بانك، فما بيلعبوش مباريات في النهائي، هو نهائي الاحترام للبطوله. فاحنا قدمنا ان احنا نلعب بكره، لان بكره يوم فاضي علشان سفرنا ان شاء الله. احنا هنسافر يوم الثلاث، هنوصل هنا يوم الاربعاء الصبح ان شاء الله علشان نستعد لمباراه النادي الاهلي ان شاء الله في دوري اتحاد الكره. وافق هناك في جنوب افريقيا، كانت الامر سهل. انت بتقدم له الاوراق اللي هي بتثبت احنا دلوقتي احنا مسافرين، انت في النهايه بترفع علم جنوب افريقيا، انت بتلعب باسم الدوله. فاعتقد دايما بتواجهنا صعوبات بسيطه، بس اللي هو انت بتقدم اللي يثبت ان احنا مسافرين، عندنا مباراه دوليه. فاتحاد الكره شاف ان هو الفرقه الثانيه لازم تجيب موافقه الفرقه الثانيه، الفرقه الثانيه وافقت ان احنا نلعب على لان المباراه على ملعبهم هم، فوافقوا ان احنا نلعب المباراه يوم الاحد. فاتحاد الكوره على طول وافق ان المباراه تلعب يوم الاحد. الموضوع بيمشي في اطار تعاوني مظبوط، لان كمساندة لفريق سان داونز بما انه بيمثل جنوب افريقيا. مظبوط مظبوط، انت في النهايه بتمثل الدوله، فاكيد لازم الكل يرضخ، لان هتواجه برضو مشكله لفريق اورلاندو بايرتس وفريق كايزر تشيفز، عندهم نفس الحكايه. الفرق بيننا وبينهم احنا خارجين بره نلعب بره، هم هيلعبوا على اول ماتش عندهم في الاول. فالدنيا اكيد لما يجوا يلعبوا الماتش العوده هياجلوا هم كمان مباريات. تمام. والدوري اعتقد يا محمد احنا فاضلين خمس مباريات يعني قرب يخلص يعني. خمس مباريات فاضلين. طيب. غلام، عايزين بقى نساله سؤال مهم جدا له علاقه بالتحليل والسكاوتنج. غلام، هل تحليل افراد ولا استخدام اجهزه وادوات؟ وفي نفس الوقت عايز اعرف المحلل الفني في الجهاز، هل هو اللي بيحدد الخطه للمدير الفني للكوتش، ولا عيوب ومميزات بس؟ لدينا أدوات نستخدمها في التحليل، ولكني لا أضع الخطة بمفردي، هناك مشاورات مع المدربين ونضع الخطة اللائمة المناسبة وفقا للمنافس الذي نلعب معه، وفقا أيضا للعيبة المتاحة لدينا، وفقا لتحليل أداء الفريق المنافس. هناك أدوات نستخدمها، هناك أدوات مختلفة. تمام. مش عايز تعرف انت ايه التفاصيل الصغيره، مش عايز يخوض قوي. بالظبط. طب ماشي، احنا عايزين نسالك سؤال مهم جدا يا غلام، بما انك متابع جيد اكيد للنادي الاهلي في المباريات الاخيره وعلى مدار فترات طويله، والمباراه كمان اللي جايه مباراه الزمالك، في وجهه نظرك ومن خلال متابعتك، ايه هي ابرز العناصر اللي بتغيب عن النادي الاهلي وانت شايف ان ده عامل ايجابي بالنسبه لفريق سان داونز؟ وايه هي ابرز العناصر الموجوده في الفرقه المتاحه بالنسبه لمستر بيتسو موسيماني في مباراتي سان داونز باذن الله، سواء الغيابات او اللاعبين الجاهزين ان شاء الله؟ والسؤال هقوله لخالد برضه. أعتقد أن الشيء الهام والنقطة المهمة أن الأهلي لديه إصابات كثيرة، لهذا قد يجعل المنافسة صعبة وربما هناك مشاكل أيضا في هذا الإطار، وربما يواجه المدرب مشاكل في هذا الإطار في عودة اللاعبين المصابين وكيفية وضعهم وكيفية استخدامهم في الملعب. ولكن لا أستطيع أن أقول لكم ما الذي يجب أن يفعله الأهلي، لأني لست ضمن صفوف الأهلي وليس لدي أن أقول كيف لهم أن يلعبوا أو كيف يحددوا مواقع اللعيبة، ولكن ليس لدي ما أقوله. خالد، بص الضحكة باينة من الأول. أبرز لاعبي النادي الأهلي من وجهة نظرك واللي هم بيرجحوا كفة النادي الأهلي في مختلف المباريات وممكن بإذن الله تعالى يرجحوا كفة النادي الأهلي في مباراة سان داونز، مين هم؟ وكمان الغيابات، شايف مين اللي ممكن يكون بيأثر على النادي الأهلي غيابه؟ أولا طبعا نوجه التحية لعلي معلول.
يفضل كده شويه لا وبعد ان شاء الله يرجع بالف سلامه فقرا اصبر ما تستعجلش في مفاجاه واجاييه كمل خليك اتمرن كويس ويرجع بعد المباراه طبعا النادي الاهلي كله نجوم انا لو هنتكلم على ابرز الغيابات هو معلول واجاييه الاهلي كله نجوم الاهلي بيتكلم قفشه حسين كهربا مش عايز ينسى حد شناوي ايمن اشرف لا لعيبه كلها نجوم انت زي ما قلت لك لعيبه بتاعه النادي الاهلي بتعرف امتى تكسب بتعرف امتى تقف بتعرف امتى لما الجمهور يكون عايزها بتقف يعني فرقه تهابها اوكي فرقه تهابها زي ما قلت لك وفي نفس الوقت انت اليوم بتاعك هتكون عامل ازاي في الملعب حاله اللعيبه في اليوم ده حاله اللعيبه في الملعب ما تقدرش زي ما قلت لك مباراه دلوقتي بقت ديربي طبعا ديربي بين الشمال والجنوب طبعا. فرقتين عارفين بعض كويس جدا جدا اللي زايد من صعوبه المباراه الاثنين هيد كوتش عارفين بعض كويس جدا اشتغلوا مع بعض حافظين بعض انتوا توقعوا زي ما تتوقعوا الدنيا خارج التوقعات اكيد اكيد من ناحيتين طيب. الدنيا خارج التوقعات بمناسبه الاصابات وبرده اذا كان جولام عنده اجابه على هذا السؤال ولو خالد انت عندك اجابه على السؤال يمكن انا ببص على قائمه فريق سان داونز لقيت مثلا المباراه السابقه تيمبا زواني تعرض لاصابه وخرج وكان في كلام انه ممكن يغيب اسبوع 10 ايام اوبري موديبا برده كان عنده اصابه عضليه روميو اراسموس برده كان عنده اصابه جاستن سيرينو بقى له مباراتين مش موجود برضه اصابه يعني هل بنفس القياس الاصابات اللي في موجود في الاهلي اللعيبه دي ممكن ما تكونش موجوده المباريات اللي جايه ولا دول لا يكونوا جاهزين واصابات خفيفه لا لا اعلم اذا كانت بنفس وتيره الاصابات مع الاهلي بعضها هي حدثت مؤخرا ولكن لا اعلم تماما مدى الاصابات ولكن بالتأكيد مثل الأهلي هو يود أن يتجنب المزيد من المشاكل ويطمئن على اللعيبة قبل نزولهم إلى الملعب ويتأكد أن اللاعبين سيكونون في أفضل صورة هو مش عايز يقول حاجة يا محمد ما هو برضه بص زي ما قال لك على علي معلول أنا بقول هيبقى في مفاجأة فخلي المفاجآت في طب خلينا نعرف من خالد زواني أخباره إيه زواني تحديدا هل ممكن يلحق المباراتين ولا هو زي ما كلام قال لك احنا كنا موجودين هنا لما المباراه لعب وكان زواني موجود وخرج فما كناش ما احنا هنا من يوم خالص يعني. اعتقد احنا هنا من يوم الاربعاء فالمباراه كانت يوم الاربعاء نفس اليوم كنا فاحنا وصلنا الاربعاء فاحنا طلعنا الثلاث من جوهانسبرغ فاعتقد احنا ده ما نعرفوش بس يوم الاربعاء الصبح لو كلمتني نقول لك القائمه مين اللي جه صح ساعتها هنعرف اذا تيمبا زواني موجود ولا مش موجود انت عارف الجمهور بيسال بس الاربع لعيبه اللي انت قلتهم لعيبه اساسيه عندنا لعيبه مفاتيح لعب لعيبه مهمه جدا 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 في النادي نتمنى يا رب يكونوا موجودين اكيد تمام والفرقتين معروفين لبعض كمان يعني حتى في صوره مش حاجه تداريها انا زي ما قلت لك الفرقتين معروفين لبعض المدربين معروفين لبعض الجهاز اللي بره معروفين لبعض الجماهير معروفه لبعض فاضل احنا وانت واحنا عارفين بعض فخلاص الموضوع خدوه في الاطار دوت لحد المباراه المباراه اللي لعبتوها في القاهره السنه اللي فاتت كانت تقريبا اخر مباراه بحضور جماهيري كان جمهور النادي الاهلي في موجود في المباراه دي المره دي انتوا هتلعبوا من غير جمهور النادي الاهلي بتشوفوا الوضع ده ازاي اولا موضوع الجمهور دوت احنا بنتاثر بيه يعني لعيبه سان داونز بتحب تلعب بجمهور موضوع الجمهور ان هو مش موجود في المدرجات موضوع صعب جدا بالذات دلوقتي مع ازمه كورونا موضوع صعب جدا الكره معروفه للجماهير طبعا الكره معروفه الجمهور لما يكون موجود في الملعب دنيا تانية اللعيب بيخرج كل الموجود عنده طاقته لعيب مش في موده جماهيرك بتدفعه بتزقه ان هو يلعب كوره النادي الاهلي متعود يلعب بدون جمهور لو اتكلمنا معلش في الدوري في اخر حاجه الحادثه الشهيره من 2012 اعتقد مفيش جمهور الجمهور بيخش بس المباريات الافريقيه المهمه فبالنسبه للنادي الاهلي ونادي سان داونز النادي الاهلي متعود ان هو يلعب بدون جمهور بيكون اللعيب رقم واحد لما بيكون بيلعب بجمهور نادي سان داونز برده متعود يلعب بجمهور السنه دي بس مفيش جماهير عشان خاطر ازمه الكورونا اكيد هتاثر مباراه ما كنتش حابب ان مباراه ماميلودي سان داونز والنادي الاهلي تكون بدون جمهور كنت بنتمنى تكون بجمهور بس اللي موجود دلوقتي لازم نمشي ورا الرولز القوانين بتاعه الدوله لازم نحترمها اذا كانت هنا او هناك وفي النهايه التوفيق للافضل أكيد. ان شاء الله الاهلي ان شاء الله جولام انت عندك تجربه يمكن تجربه فريده على الاقل حتى في ساوث افريكا
في فكره انك بتروح لامريكا الجنوبيه بتشوف لعيبه من بره ما حدش بيبقى عارفها، بتجيب لعيب ممكن ما يكونش حد عارفه بس بتخليه سوبر ستارز من خلال الدوري في جنوب افريقيا. مش هروح بعيد واتكلم على امريكا الجنوبيه فقط، لا، حتى في الموسم الماضي التعاقد مع بيتر شوليليري مهاجم النبيبي منتخب نبيبيا لاعب دولي، وخلال هذا العام عامل نتائج مميزه جدا مع سان داونز سواء في دوري الابطال او حتى في دوري جنوب افريقيا. الفكره نفسها، الفكره اعتقد ان هناك تحدي كبير عندما نذهب لبعض اللعيبه، فالاسعار اعتقد ان الاهلي يواجه نفس المشكله فيما يتعلق بالاسعار، اسعار اللعيبه باتت جنونية، فقد أدخلنا فلسفة جديدة باستخدام التكنولوجيا وشبكات التواصل لإيجاد لاعبين مميزين في أوروبا والذهاب لهم لبلدانهم حتى نستطيع أن نرى كيف يلعبون وما الذي يمكن أن نتوقعه منهم، ما الذي يمكن أن يضيفوه. وإذا كنت تتحدث عن سيرينو فيما على سبيل المثال، لماذا تابعناهم؟ لأن أحد المدربين كان قد رآه وكان وضع أولوية لأن يأتي به، لذا تابعناه كثيرا، فهو لاعب موهوب إلى أقصى درجة ويضع مجهود كبير، وعندما أبرمنا معه اتفاق فكنا نود أن يحدث تغييرات في انضمامه عندما ينضم إلى الفريق. وإذا نظرنا إلى ريكاردو أيضا فنحن نبذل جهد كبير ووقت كبير حتى نأتي بلاعبين متميزين، ولدينا كل الدعم، لدينا أيضا إمكانية للحصول على معلومات عن لاعبين مختلفين. هل بتقعدوا فترة طويلة في المتابعة والسكاوتينج، ولا ممكن بخلال سيزون واحد موسم واحد؟ والمعايير كمان في الاختيار يعتمد، الموضوع يعتمد. إذا نظرنا على سبيل المثال على كاسترو، تابعناه لمدة 3 أشهر و15 مباراة، وأيضا سيرينو تابعناهم ربما على مدار كل أسبوع حتى نرى ونتابع كيف يلعبون مع فرقهم وكيف يلعبون هناك وإذا كان ما يمكن أن يضيفوا شيئا. دي جزئية مهمة، لكن بالتحديد ملاحظ في فريق زي فريق سان داونز اللي دايما الانطباع اللي بتاخد على فرق افريقيا ان هم بيلجأوا للجانب البدني اكتر، اللاعب اللي عنده القوه البدنيه، لكن احنا بنشوف سان داونز بيتعاقد مع لعيبه بقدرات مهاريه. بالتالي انا عايز اسال الجولام على المعايير اللي بيتم على اساسها اختيار اللاعبين الاجانب اللي يكونوا اضافه لفريق سان داونز. يعني بعض الاحيان بنشوف انديه بتتعاقد مع لاعبين ما بيبقوش موفقين رغم ان هم في الانديه الاخرى كانوا ماشيين بشكل جيد، فالمعايير ايه؟ ايه الاسس اللي بتختار على اساسها؟ عندما تتحدث عن القوى البدنية أعتقد أنك تتحدث عن التكوين الجسماني، ولكن في سان داونز لا نعتمد على هذا بشكل كبير، نحن نعتمد على مهارات هذا اللاعب وسرعته وأداؤه. أيضا نحن ننظر على إمكانياته التقنية وكيف يقرؤون المباراة، وإذا كانوا ما يستطيعون اللعب في إطار فلسفة الفريق بشكل عام وفقا لموقعهم في المباراة، وما الذي نتوقعه منهم، ما الذي نتوقعه إذا كان يلعب في وسط الملعب أو في مواقع مختلفة، ونضع معايير معينة إذا ما كان يلائم هذه وينطبق عليه هذه المعايير. طيب. دي أمور مهمة جدا طبعا، وهو برضه ما قالش كل التفاصيل. مش مشكلة عادي. طيب خالد، بعد ما تحدد موعد مباراة الذهاب، الابتسامة دي بتديني تفاؤل على فكرة. طيب بعد ما تحدد موعد مباراة الذهاب الأهلي وسان داونز في استاد الأهلي والسلام السبت 15 مايو الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، ماتش العودة
انا حاولت اعرف الميعاد لغايه دلوقتي بشكل رسمي لسه الملعب لسه، لان كمان انتوا السنه دي في دوري ابطال افريقيا ما لعبتوش على ملعب لوكاس موريبي اللي بتلعبوا عليه كل مره. هل مباراه العوده يوم السبت 22 مايو التوقيت امتى ممكن نلعب على ضوء الكشفه؟ الجو هناك دلوقتي في جنوب افريقيا هيبقى عامل ازاي؟ يعني هتفرق نلعب 3 او 6 او 9؟ هتفرق ولا مش هتفرق؟ الملعب هل لوكاس موريبي ولا ممكن الملعب اللي اتنقل بالنسبه لكم اللي حتى بيتلعب عليه مباراه رجبي هناك في جنوب افريقيا؟ طيب مبدئيا كده عشان نقفل عليك، بص الناس كلها مستنيه تسمع الاجابه منك، عشان نقفل عليك الطريق، المباراه الساعه 3 هتكون يوم 22 رسمي الساعه 3، وصل جواب رسمي من الكاف وصل جواب رسمي للنادي الاهلي، علشان بس ما تطلعوش وتقولوا احنا اتفاجئنا. المباراه الساعه 3 في لوكاس موريبا. لوكاس موريبا ليه؟ احنا بنلعب على لوفتس. لوفتس ده الملعب اللي بتلعب عليه مباريات راجبي. اخر مباراتين في الدوري الارضيه من الاستهلاك بالنسبه للراجبي ومباريات الدوري بتاعتنا، حتى خسرنا مباراه كايزر تشيفز عليه كانت المباراه الخساره الوحيده لينا وتعادلنا وخرجنا من الكاس. فمن باب التفاؤل بقى بلاش. لا مش تفاؤل، احنا ما فيش تفاؤل والكلام ده محمد، انت الكوره جهد. الكوره جهد وعرق في الملعب. بالنسبه لارضيه الملعب استهلكت قوي فمش الاسبوع في مباريات للرجبي هتبقى على فكره سيئه على النادي الاهلي وسيئه علينا، فهم فضلوا لوكاس موريبا بقاله شهرين ما استعملش، فهيكون تجهيزه افضل بالنسبه للمباراه. بالنسبه للجو، الجو هناك برد دلوقتي، درجه حراره 10 والرطوبه بالليل 10، ما فيش رطوبه خالص. برد، الجو برد برد. معقوله؟ ده جو اوروبي. الجو برد دلوقتي، احنا عندنا شتاء دلوقتي، جو برد ما فيش امطار. فيوم المباراه هتكون درجه حراره 15-16 في اجواء مثاليه تلعب فيها كره القدم، الشمس تكون موجوده وتلعب كره قدم. فعشان بس ما تقعدوش تقولوا انتوا بتلعبونا الساعه 3 والكلام ده كله، فالمباراه الساعه 3 الجمهور يبقى هادي. المباراه الساعه 3 في لوكاس موريبا. بقول لك ايه، ما هو برضه الساعه 3 وتاهلنا عادي، مستعدين لكل حاجه. ما تقلقش، زي ما قلت لك يا حمد، الاجواء انت زي ما الكوره معتمده على الجهد والعرق. أيوة. وانت ايه في يومك؟ في انا بشوف على الصفحات السوشيال ميديا ناس انتوا هتلاعبونا الساعه 3، هتلاعبونا مش باختيارنا، ده اختيارات الكاف علشان الامور البث التلفزيوني والامور كلها. وفي نفس الوقت هو طبعا بيستشير النادي، زي النادي الاهلي احنا هنلعب الساعه 9. طب ليه النادي الاهلي ما لعبناش هنا الساعه 3؟ ليه ما لعبناش في رمضان الساعه 3؟ لا ما هو خلاص بقى الكاف اللي حدد المواعيد بعد رمضان. بس خلاص، هو الكاف اللي حدد المواعيد، حظنا هو الكاف اللي حدد المواعيد. عندنا مباراه الساعه 3 في لوكاس موريبا. تمام. جولام عايز يقول حاجه؟ خلاص كده. You wanna say something؟ لا اعتقد ان خالد غطى كل الامور. الملعب كان به العديد من المباريات، مباريات الرجبي، لهذا لا يمكن ان نلعب عليه مباراه هامه مثل مباراه الاهلي وسان داونز. نود ان نلعب في افضل مكان يمكن ان يتم اتاحته لنا، وسيتم تجهيز المباراة ويتم أيضا الأمور اللوجستية من حيث النقل المباراة. تمام. في كل الأحوال الأهلي مستعد لكل الظروف اللي ممكن يواجهها. إن شاء الله الأهلي يكون موفق في المباراتين. قبل ما أطلع الفاصل عايز أسأل سريعا الشيف محمد، إيه الأصناف اللي أنت مجهزها؟ وزي ما اتفقنا هي أصناف تقيلة، عايزين نعرفها بقى. لا أصناف عادية خالص. عادية برضو ماشي. أصناف عادية خفيفة برضو النهاردة. تشجع صن داونز ولا لا؟ لا ده ضيوفنا. لا ضيوفنا طبعا. أكيد أكيد. النادي الأهلي يعني ليه مبادئ، فمن ضمن المبادئ ما تقدرش تعمل حاجة غلط. سلام، حلو قوي الكلام زي الفل. خلاص هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنرجع فقرة السحور ولسه عندنا كلام كتير مع ضيوفنا الأعزاء في حلقة النهاردة. استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد بعد الفاصل، بالتاكيد بقى فقره السحور مع الشيف محمد عبد الباقي خطاب وضيوفنا النهارده اللي منورنا، وبالتاكيد طبعا سعداء بوجودهم معانا، استاذ خالد علي المنسق العام للشؤون اللوجستيه في نادي سان داونز، والكابتن غلام فالوديا محلل الاداء وعضو الجهاز الفني في نادي سان داونز. امير طبعا بقى فقره مهمه، فقره السحور هنخرج فيها عن الماتش شويه. عايز اعرف انطباعهم بقى عن التفاصيل والاجواء الرمضانيه تحديدا في جنوب افريقيا. يا خالد ايه الاخبار؟ والله الاخبار الاخبار كويسه. احنا بس جينا هنا مصر بقينا نصوم ساعه زياده. احنا بنفطر في جنوب افريقيا 5:30 والفجر بتاعنا 5:30، يعني 12 ساعه. والجو برد طبعا، درجه الحراره النهارده كانت 10000،
فالجو كم؟ 10,000 10,000 الجو النهارده كان حر جدا. ربنا يكون في عونكم. وخلاص هانت، كل سنه وانتم طيبين. طيب غلام، عايز اعرف انطباعك، انت زرت مصر اكتر من مره قبل كده، يعني حتى في مباراه الزمالك 2016 وجي للاهلي في 2018 و2019 وهذه المره كمان، يعني عايز اعرف هل دي اول مره في رمضان ولا اتكررت كذا مره قبل كده؟ لقد جئت إلى مصر عدة مرات، ومصر هي وطني الثاني، ولكن هذه أول مرة أتي إلى مصر في رمضان، ولكن الوضع مختلف تماما الآن في جنوب أفريقيا. اليوم عادي، هو يوم عادي، ربما أهدى، والحياة تدب في وقت الإفطار وعند الاستعداد لكسر الصيام والاستعداد للفطور، ولكن في جنوب أفريقيا الوضع مختلف، نحن مجرد في المنزل. طيب خالد، عايز أتكلم معاك على موسيماني شوية، هو أكيد كان عارف إن أنتوا جايين، هل تواصل معاكوا استقبلكوا استقبال جيد ولا الأمور كانت ماشية إزاي؟ عزمكوا على حاجة ولا لأ؟ كده يعني. لا هو ما يعرفش ان احنا جينا دلوقتي، ممكن يكون شايف دلوقتي اتفاجئ بيه، هو ما يعرفش ان احنا جينا. واكيد كان عنده مباريات، كان مباراه الاتحاد اعتقد، وعنده مباراه. لا هو الراجل هنا بصراحه ما لحقش ياخد نفس بصراحه، احنا اتكلمنا فيها قبل كده، قلنا علشان خاطر ضغط المباريات وكده، فان شاء الله نشوفه في الملعب باذن الله ان شاء الله. طيب غلام، من ساعه ما جه الاكل معاه عامل ازاي؟ يعني انا حاسس بيكم، انت اول ما قعدتوا على الاكل زي ما يكون يا جماعه احنا مش قادرين. احنا طبعا الفضل يرجع لربنا، وليك انت عزمتنا على الفطار يا محمد، ما خليناش اي حاجه، اكلنا كتير، فاحنا مش عارف هو اصلا عنده عقده، كان عندي في البيت، فكل يوم اكل. احنا بناكل بس هناك في جنوب افريقيا الفطار ما بتسحرش دايما، لان في معسكرات مع بعض. فدلوقتي عندنا في البيت اللي هو طبعا امي بقى اللي هو انت فطرت، اللي هو اكل مثلا بنبدا نتسحر من الساعه 1 نخلص 3:30 اكل اكل اكل، فهو زهق من الاكل، فدلوقتي برضه لازم ياكل، فهو متعقد من موضوع الاكل ده بالذات يعني. ايه انا عايز اعرف رايه، ايه اكتر اكل عجبه هنا؟ ايه اكتر اكل عجبك غلام؟ ما الذي تناولناه؟ ملوخيه بالتاكيد استمتعت بها كثيرا، ولكن هناك شيء اخر متعلق بالخبز. نعم الحواوشي بالتاكيد. ما استمتعت به في مصر كيف تطهون اللحم، فهو نضج الى الغايه، تطهونه بطريقه غريبه جدا في طاجن كبير. بقول له فكرني بس نديله الفاتوره اللي انا اكلته فيها في البيت عندي عشان يبقى ادفعها اما ترجع. هو يقصد المبكبكة واللحمة طريقة الطبخ بتاعها عجبته جدا، اللي هي الطرية اللذيذة. هو طبعا الأكل هنا فشرت عليا بكرة، لا أنا عايز بقى أغير الأكل المصري، عايز أكل حاجة تانية، بيتزا أعتقد. الراجل تعب تعب مني، ودايما لا دايما لما بنسافر يا محمد في معسكرات ما عندوش مشكله، هو دايما انا اللي بنقول له طب ناكل كذا، فما عندوش مشكله عشان ما يزعلنيش. حتى هناك ناكل كذا يقول لي اوكي. فدلوقتي عشان هو احنا بقى لنا من يوم الاربعاء احنا موجودين هنا، فبياكل اكل مصري كل يوم كل يوم كل يوم، فهو قال لي بقى اليوم بتاعي بكره، فهناكل بقى معاه بكره الفري بيتزا. لا الفري بالنسبه لنا هو حاجه ثانيه، فهناكل معاه بيتزا بكره ان شاء الله. بيتزا اذا انت الحمد لله. طيب يعني دي كلها امور يعني مهمه، واجواء اكيد بتبقى اكثر من رائعه الاجواء الرمضانيه. انا بالتحديد عايز ارجع برضو لمستر بيتسو موسيماني بحكم العلاقه والتواصل الدائم ما بينكم، وعايز اتكلم عن نقله وحجم المتابعه اللي للنادي الاهلي والمستر بيتسو موسيماني اثناء تدريبه للفريق خلال الفتره الحاليه. اوصف لنا يا خالد الامور في جنوب افريقيا، المتابعه عامله ازاي بالنسبه للنادي الاهلي؟ المسانده كمان والمؤازره الموسيماني بتبقى شكلها عامل ازاي؟ اول حاجه الناس في جنوب افريقيا طبعا النقله كانت بالنسبه له كبيره جدا جدا جدا. برضو مش عايزين نتكلم، انت النادي الاهلي اللي بيضيف للناس، مش الناس اللي بيضيف للنادي الاهلي، ولو اسم مين موجود. النادي الاهلي براند، النادي الاهلي
زي ما قلت لك هو بيضيف للمدربين. يعني اي حد بس يمر من قدام النادي الاهلي ان يذكر اسمك جنب النادي الاهلي اعتقد دي حاجه بتفيدك انت طبعا, طبعاً. قبل ما بتفيد طبعاً. النادي النادي بيبقى دايما قايم موجود, الناس بتعدي بتمر وبتروح وبتيجي, النادي هو اللي موجود, النادي هو الاسس والقواعد. زي مثلا لو هنيجي نتكلم على ما فيش مقارنات طبعا, بس الانديه دايما الكيانات هي دي دايما اللي بتبقى موجوده. اي حد بيجي من بره كان هو موجود, انت اللي بتيجي من بره عليه وبتمشي, انت كعابر سبيل بتعدي وبتمشي من قدام النادي او بتعدي تيجي تدرب فيه وبتمشي. فاكيد الاضافه كانت من النادي الاهلي للكوتش بيتسو. هو مدرب كويس, مدرب جيد, مش انا شهادتي فيه مجروحه, بس في النهايه اللي انا عايز نوضحه ان النادي الاهلي هو اللي بيضيف اكيد الامر مؤكد. لكن التقييم التجربة هناك تجربة حتى الآن مع الأهلي هناك في جنوب أفريقيا التجربة فوق الرائعة. إن المجلس الإدارة ياخد قرار زي دوت, كان قرار صائب في بعض الفترات. أعتقد دلوقتي أنا في بعض من الجماهير عايزة مستويات وعايزة نتائج. في كرة القدم دايما يا بتضحي بحاجة يا بتضحي بحاجة, يا ريت لو تجمع الاثنين مع بعض طبعا. يبقى لعب ويبقى نتائج. ساعات كرة القدم بتفرض عليك أشياء أنت مجبر عليها. ما تنساش برضو أن هو جاء ما اختارش القائمة بتاعته. أنا مش بندافع عنه, أنا بنتكلم كلام منطقي. الراجل جاء ما عندوش القائمة, ما حضرش البري سيزون, ما فيش فترة إعداد, ما حضرش أي حاجة. وأنا بنشوف الناس على عليه بتبقى فيه هجوم, بس الهجوم مبرر من بعض جماهير النادي الاهلي. بس في ناس تانية بتخش بتسوق او بتهجم على الهوجه اللي هي عايزه تفشل النادي الاهلي في بيتسو موسيماني. انتوا يا جماعه انتوا خليكوا ورا فرقتكم. زي ما قلت لك المدربين بتروح وبتيجي, اللعيبه بتروح طبعًا. وبتيجي, النهايه هو الكيان, انت لازم تبقى واقف ورا فرقتك. ده سيستم ماشي في النادي الاهلي, ان الانديه كلها بتاخد منه. اعتقد الجمهور لازم يبقى واقف في ظهر بيتسو علشان خاطر النادي الاهلي. اكيد مرحله من الدروب بتعدي ان شاء الله على خير, والنادي الاهلي يرجع يقف تاني على رجليه بعد رجوع الغيابات بتاعته, بعد ان شاء الله النتائج ما تتحسن ان شاء الله, وياخد افريقيا ان شاء الله باذن الله. العشرة هي العشرة العشرة. طب احنا جايين نعمل ايه؟ طيب النهارده ضيوفنا. طب نستنى هناك. طيب احنا جايين ليه؟ طب ما نقعد بقى هناك, ما نجيش نلعب. لا لا ان شاء الله نشوف ماتش حلو باذن الله من الفريق ان شاء الله. طيب عايز, وانا احنا بنتكلم على تجربه سان داونز ومباراتكم مع الاهلي, ما ينفعش ما نذكرش برضو دكتور باتريس موتسيبي رئيس نادي سان داونز السابق, وهو حاليا رئيس الاتحاد الافريقي. وتجربه بتثبت ان الانديه برضو عندها كوادر تقدر تدير المؤسسه الافريقيه الكبيره الكونفدراليه الافريقيه. يا غلام, عايز اعرف مدى تاثير طبعا رحيل دكتور باتريس موتسيبي, وحاليا طبعا تلوباني نجل طبعا وابن دكتور باتريس موتسيبي حاليا هو رئيس نادي سان داونز. النقله دي شايفها ازاي داخل نادي سان داونز؟ والتارجت كويس وحاجه كبيره نادي سان داونز ان يكون رئيسه حاليا هو رئيس الاتحاد الافريقي. مبدئيا عندما يتعلق الامر بموتسيبي رئيس الكاف, فهو لديه رؤيه كبيره, وهو يعشق كره القدم ويود ان يراها تنمو وتتقدم في القاره الافريقيه وتصل الى مستويات عاليه. فلقد حاول ان يضيف الكثير في اللعبة, وليس ولكن للأسف ليست كل الفرق الأفريقية لديها الامتيازات التي تتمتع بها الفرق الأوروبية. لذلك فهو يود أن يجد طرق لأن تتقدم الكرة الأفريقية وأن تكون مثمرة أكثر وتكون مفيدة أكثر وأن تصل إلى مستويات الكرة الأوروبية في كافة الدول, ليس فقط في جنوب أفريقيا ولكن في كل الدول الأفريقية. لهذا فهو شيء هام جدا فيما يتعلق بموتسيبي. حتى عندما يتعلق الأمر بسان داونز, فكانت أهدافه الرئيسية فيما يتعلق بسان داونز كان يود أن تكون البطولة فيها منافسة أكثر, حتى لا يكون هناك فريق واحد هو المسيطر على المنافسة, أن تكون كل الفرق مستواها عالي وأن يتم ضخ الأموال اللازمة حتى تستطيع المنافسة.
وهو يود أن يفعل نفس الشيء في الكاف. وعندما يتعلق الأمر بنادلي فالأمر وكأنه كان لربما دائما متواجد في سان داونز، فهو ليس غريب على النادي ولا النادي غريب عنه، فقد أدخل أفكار جديدة وأفكار شابة حتى يرى الفريق ينمو ويتقدم وفقا لرؤية دكتور موتسيبي السابقة للفريق، فهو يدعم لطموحات وأحلام، ويود أن يضخ أموال كثيرة في الفرق الأفريقية بشكل عام. لهذا هو تقدم لرئاسة الكاف حتى يستطيع تطبيق هذه الرؤية. خالد عايز يقول حاجة؟ عايز يقول على التوباني؟ طبعا بالنسبة للتوباني هو الرئيس الحالي دلوقتي الماميلودي سان داونز، أكيد كان موجود مع الرئيس السابق الدكتور باتريس موتسيبي، هو دلوقتي رئيس الكاف، تكلمنا قبل كده في الموضوع ده يا محمد. هو الرايت مان لأفريكان فوتبول، إن شاء الله يبقى التغيير على إيديه. إحنا عايزين نشوف القارة بتاعتنا إن شاء الله لعيبة زي ما غلام قال وذكر، اللعيبة بتاعتنا تبقى في أوروبا، اللعيبة حقوقها، الأندية حقوقها، البطولات يبقى في الفير بلاي يبقى دايما موجود، انه ان شاء الله من السنه الجايه يكون الفار معمم وموجود ان شاء الله، يبقى بجد الفرق بتاعتنا تكون موجوده على في بطوله كاس العالم ان شاء الله، يزودوا الفرق لان البطوله هتبقى 32 فرقه، ازاي افريقيا يبقى لها مقاعد، ازاي يطور استادات في افريقيا، فطبعا كل دوت موجود. وفي برضو مهمه كبيره على تلوباني بالنسبه لنادي ماميلودي سان داونز دلوقتي وفي بطوله دوري ابطال افريقيا، طبعا لو اخذ دوري ابطال افريقيا هتتذكر باسمه لان هو النيو تشيرمان، وان شاء الله طبعا حد دارس يعني العلم مع المال، وان شاء الله ربنا يوفقه ونكون عند حسن ظنه الفرقه ان هي تكمل ان شاء الله وتبقى دايما في المراحل المتقدمه في افريقيا، لان سان داونز دلوقتي براند موجود في افريقيا طبعا. بالنسبه للاعبين وبالنسبه للاداره محترفه، الجهاز فني، مجلس الاداره، بالنسبه للنيو تشيرمان، وان شاء الله يا رب بندعي لهم بالتوفيق اذا كان هو او الدكتور باتريس موتسيبي في رئاسه الكاف. اكيد نتمنى لهم كل التوفيق. خلينا قبل ما نختم معاكم ونقول لكل جماهير النادي الاهلي، وده برضو خبر اكيد مهم، وهي قائمه النادي الاهلي لمباراه الزمالك، مباراه بعد بكره، مباراه القمه، هذه المباراه الهامه جدا. قائمه النادي الاهلي بتتكون من محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير في حراسه المرمى، محمود وحيد واحمد رمضان بكم ومحمود متولي ورامي ربيعه، ياسر ابراهيم وكهربا، مروان محسن، محمد شريف، وليد سليمان، ايمن اشرف، بدر بنون، حسين الشحات، اليو ديانج، عمرو السليه، صلاح محسن، محمد مجدي قفشه، سعد سمير، واكرم توفيق، والتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، محمد هاني، واحمد نبيل كوكا. دي قائمه النادي الاهلي اللي هتخش معسكر النهارده طبعا استعدادا لهذه القمه. 25 لاعب في هذه القائمه. اخيرا توقعاتكم لمباراه الاهلي والزمالك وتمنياتكم كمان. خالد تتوقع ايه؟ ابدا بغلام. ماشي غلام، نبتدي بغلام. بما اعلمه من تاريخ بين الاهلي والزمالك، انا اتوقع ان كلا الفريقين لا يود ان يخسر، فلديهم اداره خلف كل فريق، فاتوقع مباراه شرسه، وانا ارى مباراه جيده. تمام خالد، واضحه باينه. بيقول لك خالد ما يقدرش يقول ليه واي قالها قبل كده. لا اعتقد ان شاء الله هتكون مباراه قويه ومباراه مهمه قبل المباراه بتاعتنا. زي ما غلام قال هتبقى مباراه قويه بالنسبه لي، اكيد كل الناس عارفه فمش ضروري نتكلم. بنتمناها مباراه يا رب خاليه من الاصابات للفرقتين، في النهايه فرقتين بيمثلوا الكره المصريه طبعا، وديربي كبير الناس كلها بتتفرج عليه، هتكون كل الناس متابعاه، اعتقد عندنا هتكون متابعين برضو غلام والناس هناك هتكون متابعه المباراه.
بنتمنى يا رب تطلع في الاجواء للروح الرياضيه. اعتقد ان في هيبقى تحكيم مصري يا رب يوفقه يا رب عشان المباراه تطلع في الشكل العام بتاعها زي ما قلنا. هي مباراه ديربي، مباراه قويه جدا، وبنتمنى اللي يكون افضل هو اللي يفوز. وفي النهايه احنا مستنيين يعني هو عشان المباراة. على المستوى الرسمي فمش قادر يعني على المستوى الرسمي لكن الناس كلها عارفه. انا بجد قبل ما تختم يا امير بجد احنا عايزين نشكركم، بشكرك جدا يا خالد على حضورك وسعداء بوجودك. غلام سعداء جدا بوجودك على شاشه قناه الاهلي، اعتقد ده اول ظهور تلفزيوني ليك خلال الفتره الاخيره اول ما جيت مع سان داونز حتى هنا في مصر السنوات الاخيره، وظهورك بالتاكيد بيسعدنا، وجمهور النادي الاهلي سعيد بوجودكم معانا عبر شاشه الاهلي. وانتم في بيتكم يعني انتم مش ضيوف معانا، لا بالعكس انتم في بيتكم وفي البيت الكبير النادي الاهلي بالتاكيد، نادي القرن في افريقيا، فكلكم بالتاكيد يعني سعداء بوجودكم معانا ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. لكن بقى في مراحل الملعب كلام تاني. اعتقد الجمهور سعيد عشان انا موجود مش عشان هم عشان بس because of me my friend not because of you. نورتنا. So you must know that right. نورتنا وشرفتنا. نورتنا يا غلام، نشكرك يا كلب، نورتنا وشرفتنا. دي ورسيس دي طبعا. بيقول لك ايه؟ قبل ما نمشي. اتس فاين. قول اختم يا امير. ماشي. طيب دي كانت حلقتنا النهارده طبعا من الاهلي في رمضان، حلقه كانت مهمه ومميزه، اتكلمنا فيها في جوانب عديده بتتعلق بالنادي الاهلي سواء استعداداته لمباراه الزمالك المقبله وهذه المباراه الهامه للغايه، وكمان ما بعد مباراه الزمالك مباراتي سان داونز. وكان ضيوفنا النهارده وفد سان داونز المتواجد في القاهره كتجهيز لمباراه الاهلي الاولى يوم السبت باذن الله، اللي اكيد بنتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي ويتاهل كمان لدور نصف النهائي من البطوله، مش بس كده ناخد العشرة بإذن الله. كل التوفيق للنادي الأهلي. دي كانت حلقتنا، بنشكركم شكرا جزيلا، وبنشكر ضيوفنا وبشكر زميلي محمد سعيد، وتصبحوا على ألف خير.